السلام عليكم أعزائي التلاميذ. درسنا لهذا اليوم يتمحور حول الجمع والطرح والضرب. L'addition, la soustraction et la multiplication. سبق لنا وأن تعرفنا على تقنيات الجمع والطرح والضرب. والآن سنقوم بتوظيف هذه التقنيات في حل مسائل. لحل مسألة يجب علينا قراءة المسألة جيدا وبتأن وعدة مرات لفهمها. ثانيا، اختيار العملية المناسبة للإجابة عن السؤال. ثالثا، عندما نريد استعمال عملية الجمع أو الطرح سنقوم بجمع أو طرح عددين لهما نفس الوحدة، أي سنقوم بجمع الدراهم مع الدراهم، الكيلوغرام مع الكيلوغرام، اللتر مع اللتر، أو طرح الدراهم مع الدراهم، الكيلوغرام مع الكيلوغرام، أي نقوم بطرح عددين من نفس النوع أو نفس الصنف. مثال: 5 دراهم زائد 9 دراهم، إذن نفس الصنف. 8 كيلوغرام زائد 3 كيلوغرام. 4 لتر زائد 3 لتر. 8 دراهم ناقص 5 دراهم. 100 سنتيلتر ناقص 75 سنتيلتر. 10 متر ناقص 7 متر. إذن عملية الجمع أو الطرح نقوم بجمع أو طرح عددين من نفس النوع. لا يمكننا أن نجمع الدراهم مع الكيلوغرام، ستكون الإجابة خاطئة. إذن نتمم: واستعمال عملية الضرب قد يكون بضرب عددين ليس لهما نفس الوحدة أو ليس من نفس النوع. مثال: 9 علب في 5 أقلام، 4 دراهم في 6 كيلوغرامات، 9 كرات في 4 أكياس. ننجز تمرين اكتشف. نقرأ المسألة جيدا وبتأن، ثم نحدد العملية اللازمة للإجابة عن كل سؤال. نقرأ: عيد ميلاد زينب حضره 8 من صديقاتها و3 بنات عماتها. إذن من حضر عيد ميلاد زينب؟ حضره 8 صديقات و3 بنات عماتها. إذن كم نحن جميعا؟ العملية التي سوف ننجزها، في رأيكم ما هي العملية التي سوف ننجزها؟ سننجز عملية الجمع. إذن 8 زائد 3 تساوي 11، لأننا نريد معرفة مجموع البنات اللواتي حضرن لعيد ميلاد زينب. نمر: أعدت أم زينب 3 حلويات كبيرة، كل واحدة مجزأة إلى 6 قطع متساوية. كما نلاحظ في الصور لدينا 3 حلويات، كل حلوى مجزأة إلى 6 قطع متساوية. الآن ما هو عدد قطع الحلوى؟ أي عدد القطع التي حصلت عليها الأم بعد تجزيء الحلويات 3. إذن
كل حلوى جزئت إلى 6 قطع، ولدينا 3 حلويات، أي 3 مكررة 6 مرات. إذن العملية التي سوف ننجزها وهي عملية الضرب، 6 ضرب 3 تساوي 18 قطعة. أكلت كل بنت قطعة واحدة من الحلوى، إذن ما هو عدد القطع المتبقية من الحلوى؟ إذن نعلم أن لدينا 18 قطعة من الحلوى، ولدينا 11 بنت، إذن كل بنت أكلت قطعة واحدة فقط من 18 قطعة. إذن نريد أن نعرف الباقي، كم بقي لدينا من قطعة؟ إذن سوف نقوم بعملية الطرح، 18 ناقص 11 تساوي 7. ننجز الآن تمريني أتمرن، تمرين 2 والتمرين 3 من الصفحة 104. نقرأ المسألة جيدا ونلاحظ الصور كذلك جيدا، ثم ننجز العمليات اللازمة لحل كل مسألة. في الحصة الثانية سوف ننجز تمارين أقوم وأدعم تعلماتي، كل من التمرين 4 والتمرين 5. لا تنسوا قراءة المسألة جيدا وبتأني وعدة مرات لفهم المسألة. أعزائي التلاميذ، شكرا على تتبعكم، نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله، دمتم سالمين.